وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل كريم من العراق يسأل يقول هل الفريضة في رمضان تعدل 70 فريضة فيما سوى السنة تعدل فريضة؟ نقول هذه وردت في حديث سلمان وهو حديث ضعيف جدا لا يصح البتة، ويكثر من الخطباء في أول جمعة في رمضان أنهم يسردونهم، والحديث فيه أوله رحمة وسط مغفرة وخير من النار، السنة فيه فريضة فيما سوى، الفريضة تعدل 70 فريضة فيما سوى. نقول هذا حديث باطل من جميع طرقه لا يصح، والله الموفق.